السلام عليكم شباب، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نكملوا ان شاء الله على السلسله اللي كنا ديجا بديناها، غير واحد النقطه اللي هي صغيره. الاخ ولا الاخت اللي كانت خدات ديك اخر مره في الفيديو اللي كنا درنا كانت واحد التعبئه، ما كتبتيش ليا في لي كومونتير واش خديتيها، فهمتي؟ كتب لي على الاقل فوالا، راه فهمتي راه خديتها، ولا كتب لي غير شكرا، ولا كتب لي شي حاجه. المهم بين قوسين يعني ما كتبتيش ليا الصراحه، ما كنتش بغيت نعرف غير شكون اللي فهمتي، شكون اللي خداها. ما كيهمش الاسم ديالو، مي على الاقل فهمتي غير كوم كوا هذيك راه فهمتي شي حاجه، فهمتي لي فريمون راه بصح، يعني حيت كاين الانسان يقدر يصحاب لي لا راه فهمتي غير كانت كذوب ولا شي حاجه، يعني كون درتي التعليق ديالك غادي يكون فهمتي كونفيرمي. هذا فهمتي من جهه. بالنسبه لليوم راك حاولت نكتب بعض النقاط، تقريبا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، نوطيتهم باش فهمتي باش ندوي عليهم في هذا الفيديو هذا، اللي هما تا هما فهمتي اللي لقيتهم في هذا، اللي لقيتهم في التعليقات ديالكم. كيف ما قلت لكم راه دوك التعليقات اللي كتحطوهم ليا راه كنحاول انني فهمتي نبني عليهم فيديو، او اللي نحاول انني نجاوبكم عليهم. بالنسبه لاول حاجه اللي غادي نتكلموا عليها اللي هي هي متعلقه ان الطالب ملي كيجي هنا للصين، كاينين بزاف الاباء او بزاف الناس كيسولوني كيفاش يعني فاش يكون جاي الولد ديالي، بالنسبه للحساب بنكي، بالنسبه لهادي، بالنسبه لهادي. المهم كاين بزاف الحوايج نهضروا. اول حاجه بالنسبه في الصين فاش كتجي هنا للصين كتقدر تفتح حساب البنكي ديالك. باش تفتح الحساب البنكي ديالك تقريبا كياخذ لك واحد ما كاملش الصراحه 5 دقائق، يعني 5 دقائق اش كي اللي كياخذ لك. اشنو كيطلبوا لك؟ كيطلبوا لك الجواز السفر ديالك، كيطلبوا لك تكون عندك ديك الادميشن اللي هي كتعطاك من الجامعه، هذيك الادميشن نوتيس هذيك هي اللي غديها معاك. ومن الاحسن انك تمشي للبنك اللي كتعامل معاه الجامعه. علاش تمشي للبنك اللي كتعامل معاه الجامعه؟ حيت البنك اللي كتعامل معاه الجامعه ما غاديش يقولوا لك خصك حتى تمشي تصايب الاقامه، حيت الا مشي يعني هذا فهمتي كاين بزاف الناس اللي كيمشيو للصين كيقول لك لا ما بغاوش يصايبوا لنا فهمتي في البنوك، ما بغاوش يصايبوا لنا هذا، كيقول لك تسنى حتى تاخذ الاقامه. لا، حيت انت ما مشيتيش لهذاك البنك اللي كتعامل معاه الجامعه، حيت الا مشيتي للبنك اللي كتعامل معاه الجامعه راه غادي يصايبوا لك حساب بنكي، يعني هذه ما فيهاش فهمتي المشكل. هذه اول حاجه. وباش تعرف شنو هو الحساب راه تقدر تسول غير سميتو، تقدر غير تسول اي طالب من الطلبه الاجانب اللي ديجا هما كيقراو في ديك الجامعه راه يقولوا لك. يعني عندك ميم با 5 دقائق راه كيعطوك لاكارت غيشي ديالك، كيعطيوها لك ديك الساعه وكيعطوك سميتو، كيولي عندك حساب بنكي وتقدر تفتحو بصفر درهم، يعني بصفر درهم واخا ما تحطش فيه حتى ريال. وهنا في لافونتاج اللي كاين في الصين ما كيقطعوش لك الفلوس كل شهر، حيت المهم انا كنعقل الله يسمح ليهم شحال هادي، راه تقريبا في 2010 2009 2008 كانوا، المهم ما عرفتش واش مازال داكشي ولا لا، كانوا كيقطعوا حيت ما عنديش حساب بنكي مغربي، ما بقيتش فهمتي هذوك. المهم كانوا كيقطعوا شي ما عرفتش شحال، واش 25 درهم كل 3 شهور ولا ما بقاش، والله ما بقيت عاقل بالضبط شحال كانوا كيقطعوا. المهم واحد الوقيته انا ما كان فهمتي كانت الوضعيه فهمتي الماديه ناشفه مزيان. المهم بقاو كيقطعوا يقطعوا يقطعوا، ملي مشيت واحد النهار بغيت نسد داك الحساب البنكي هذا، ما يقول لي حكا راه كنتسالوك انا كيصحابني، حيت انا كنت كنقول راه كاينه فيه شي 100 درهم ولا 200 درهم، قال لي لا حنا كنتسالوك شي 125 درهم. انا تصدمت قلت لهم او كيفاش نتوما غادي تسالوني وانا فهمتي حاط فلوس يعني شحال حاط 100 ولا 200 درهم. قالوا لي لا حنا كل سميتو كتقطع 25 درهم ولا شنو هي. المهم ما بقيتش عاقل بالضبط شحال كانوا كيقطعوا. المهم هذا فهمتي في المغرب ايوا، المهم هنا في الشينوا راه ما كاينش داكشي، هنا ما كيقطعوش لك كل شهر ولا شي حاجه، يعني بخير. المهم نهار عقلت نهار جيت ما كيقطعوش لك حتى ريال واحد ما كيقطعوش لك، دونك هذا فهمتي حاجه اللي هي مزيانه مقارنه بالمغرب من ناحيه البنكه ومن ناحيه الوقت. دغيا كتقضي الاغراض ديالك، غير هو ضروري يكون يمشي معك شي شينوي او يمشي معك طالب اجنبي اللي كيدوي بالشينويه باش يشرح لهم يعني الحساب، حيت الحساب راه باين فهمتي خصك تغمر. واحد ملي كتمشي للبنكه كيعطوك واحد الفورمولير تعمرو فهمتي باليد ديالك صافي، وكيطابيو دوك لي زانفورماسيون سي بلاص كيعطوك فهمتي كيولي عندك حساب بنكي. يعني من هاد النقطة هادي دايزة ساهلة فهمتي فيت في معاك. سمعت راه جو عندي شي ناس قال لك لا راه حكا شي اجونس ولا شنو كيعاونوهم باش كيصايبوا لهم حساب بنكي، ما فهمتي متبقاوش تسمعوا بزاف الهضرة وداكشي فهمتي راه ما منوش. حاجه اخرى، حيت اصلا انت في المغرب كيفاش غادي يصايب لك حساب بنكي وانت في المغرب، يعني في شينوا وهادي وانت ما كاينش وما كاينش الباسبور وهادي. المهم فين ما سمعتي شي حاجه ماشي هي هذيك جاك فيها داك الشيء في شكل ديما جي سولني ولا سولني في الانستغرام. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ندوزو ليها، فاش تكون جاي من المغرب
او لا من الجزائر ولا من تونس ولا من الدوله ديالك، المهم كتفهم اللغه اللي كنهضر بها. حاول انك تجيب معاك كارت انترناسيونال الا مشيتي لبعض البنوك المغربيه. المهم انا ماشي التجربه ديالي، كنعطيكم التجربه ديال الناس وحدين اخرين وهذا. المهم ماشي اشهار ليهم، مي فهمتي كاين بعض البنوك اللي كيعطيو ماستر كارد. ربما كاين بحال نعطيكم ليكزومبل ديال السياش، ربما البي ام سي يو. المهم ما عنديش انا فكره حيت ما عنديش بنكة في هذه، وما كان ماشي كنقول لك باش تمشي لعندهم ضروري. المهم كنقول لك فهمتي هذوك يعطيو ماستر كارد، فاش كتكون جاي لشينوا كتقول لهم فوالا غادي نمشي نقرا في شينوا، راه كتكون عندك ديك الدوتاسيون ديال 45000 درهم. ملي كتكون عندك هذيك كتحطها تما، دونك اوتوماتيكمون انت في المغرب الا حطوا لك حتى 30000 درهم، حطيتي 30000 درهم جيتي لهنا لشينوا راه تقدر تيريها. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه هو انك فهمتي يقدروا يزيدوا ويقدروا توصل بهم هنايا. دونك المهم عندك في العام عندك 45000 درهم، جيتي في شهر 9 عندك 9 10 11 12، المهم غتستافد من ديك 45000 درهم. ندخل السنه الجديده شهر 1 لو ان ان فهمتي العام الجديد، راه اوتوماتيكمون كتولي عندك عاوتاني 45000 درهم جديده. دونك تقدري صيفط حطوا لك الدار في لاكارت بونكير حيت كيكونوا جوج تما في المغرب في الحساب ديالك، وتقدر فهمتي تاخذ عاوتاني هنا في الصين. دونك من هذه النقطه هذه نتمنى انها حتى هي تكون واضحه، يعني الناس اللي كيسولوا كيفاش نجيب فلوس. هذه النقطه الثانيه. النقطه واحده اخرى، فاش تكون جاي ضروري تجيب معاك شويه الكاش، والكاش نسيت ديك المره ما هضرتش عليه، ما تجيبش الاورو، جيب الدولار. شي من غير الا كنتي غادي تمشي لدول الاتحاد الاوروبي دي معاك الاورو، اي دوله اخرى بغيتي تمشي ليها ديما دي معاك الدولار، الدولار الدولار، ما تمشي ما ديش معاك الاورو. الاورو دي الاوروبا الا غادي لاوروبا، واوروبا الا غادي ديرها ما ديش ليها الاورو، دي ليها الدولار، دي ليها الاورو. من غير الاتحاد الاوروبي هذوك الدول الاتحاد الاوروبي ديما دي معاك الدولار، الدولار هو فهمتي هو اللي مزيان. فهمتي في الدول هادو غتسولني علاش تجي لشينو، ماشي غير شينو، تتسافر بزاف ناس تولي تسافر بزاف غادي يولي يبان لك الاهميه ديال الدولار على الاورو. هذه النقطه الثانيه. ندوز عاوتاني لسميتو. المهم بالنسبه للفلوس نتمنى انهم يكونوا باينين، انا ماشي كنقول لك ملي تمشي تبغي تصرف راه كاينين بزاف ديال لي زاجونس راه يصرفوا لك، كيصرفوا بثمن اللي هو زوين. انا كنحاول انك حاول تتفادى داك الشيء ديال النوار ولا هذا، حيت عندك كارت بونكي راه 45000 درهم الله يجعل البركه، وغتزيد فهمتي الا زدتي داكشي اللي غادي ديكلاري وسميتو، حيت اصلا ما غاديش يقولوا لك فهمتي في الديوانه ما غاديش يقول لك شحال عندك في لاكارت بونكي، كيفاش غادي يعني تقول لي فوالا غيكاشيو لك الباسبور. الصراحه ما فهمتش انا دوك الحوايج كيكاشي لك في الباسبور شحال عندك هذيك البلاصه ديالك، والله الا فهمتي الباسبور عندي فهمتي من كثرة ما عمر بالطبعات ديال كتسافر من دوله لدوله لدوله ولا فيه المشكل ان ما بقاش عندي، يعني حاليا شي كون ما جاتش كورونا وكنت بغيت نسافر غيبقى لي الحق تقريبا في شي ثلاثه سفيرات واقيلا ولا شي حاجه بحال هكا، يعني خصني نعاود عاوتاني. رغم ان فهمتي حيت المشكل اللي كاين انا الباسبور المغربي فيه 5 سنين، هذه اول حاجه كتلقى بزاف ديال الدول عندهم 10 سنين، وثاني حاجه الصراحه دوك لي باج دغيا الصراحه دغيا كيعمروا معاهم كثر الطبيعه من كل دوله كدوز منها ولا شي حاجه، الصراحه كيكون فهمتي هدف الطبيعه بزاف. ندوزو لنقطة واحدة أخرى اللي هي حتى هي مهمة، القراية. فاش كندويو على القراية كيفاش داير، ما غاديش نهضر بزاف على السيستم ديال القراية حيت هذا خصنا نخصص ليه فيديو بوحدو اللي هو خصو يكون مطول. ملي غادي نهضر على القراية علاش كنشجع في الجامعات اللي هما مزيانين، علاش كنشجع ميم بالنسبة للغة، علاش؟ حيت أنت ملي غادي تبغي تجي أنت بغيتي تعيش واحد ليكسبيريونس اللي هي مختلفة من غير سميتو، من غير الكاليتي ديال القرايه في جامعه مزيانه، فهمتي دي كونديسيون مزيانين، يكون سكن اللي هو مزيان، وهادي كتبغي حتى الناس اللي غادي يقراو معاك يقراو معاك ناس اللي هما فهمتي من دول اللي هما مزيانين. يعني انت ديما الناس كتقلب على تلاقى مع ناس ما حسن منها، ماشي كنقصد بان دوله فهمتي حسن في المستوى ولا في شي حاجه يعني راه حسن منها في العقليه ولا شنو، لا، مي كنقول لك يعني كتبغي تلاقى مع ناس اللي كتقول المهم كنقولوا بالدارجه عقليه في شكل هذا هو. يعني انت تبغي تقرا فهمتي ربما مع يابانيين كوريين ما عرفتش امريكانيين اوستراليين من دول اللي هما مختلفين، ما ماشي ما دي ما بغيتش فهمتي ندير واحد المهم ما تبغيش تقرا فهمتي مع بعض الدول غير هذوك غير هذوك الوجوه هما بوحدهم اللي تلاقى معاهم، كتبغي تلاقى دونك اوتوماتيكمون راه خصك الاختيار ديال الجامعه حتى هو خصك فهمتي حتى هو بعض المرات كيكون خصو يكون يعني خصك تراعي عليه ترد ليه البال. الاخوان سمحوا لي بعض المرات كاينين شي وحدين في التعليقات كيكتبوا لي علاش ما كتشوفش في الكاميرا، عرفتي الا شتي التليفون فين حاطه راه فهمتي غادي تصدم، حيت المهم حاط التليفون بواحد الوضعيه داكشي باش ما كنشوفش بزاف في هذاك البؤبؤ ديال الكاميرا ما كنشوفش فيه بزاف. هذا هو المهم اونفاس معايا حيت كاين سميتو دابا على برا كطيح الشتا وكنشوف فهمتي كنشوف الناس اللي خارجين المهم كيتمشاو داكشي باش المهم كنحاول بين قوسين كنحاول نبرقك شويه، حنا المغاربه المهم راه فينا شويه تبرقيك وهادي.
يعني كنقول لك الا بغيتي تقرا في شي جامعه ديما شوف الجامعه اللي فيها فهمتي يكونوا طلبه اجانب من دول اللي هما مختلفين. على سبيل المثال هذه الجامعه هذه راه تقريبا فيها طلبه من تقريبا 136 دوله، يعني 136 دوله مختلفه، يعني ماشي فقط ماشي 136 طالبه، 136 دوله، يعني العدد ديال الطلبه الاجانب تقريبا راه قريب من 2000 طالب اجنبي. كاين جامعات اللي كيوصل فيهم عدد ديال الطلبه الاجانب حتى ل 6000 8000 طالب اجنبي. كاينين هاد الجامعات هادو راه فيهم تبارك الله، راه كاينين. المهم حاول ديما تقرا في الجامعات اللي فيهم واحد الاختلاف واحد التنوع بزاف، يعني في الثقافات في بزاف ديال الحوايج، يعني من افريقيا امريكا اللاتينيه اوروبا دول اسيا على اختلافهم، يعني والدول ديال هذا ديال استراليا دوك الدول دوك الجزر تا هما كلهم تا هما غادي تلقاهم هنا في شينوا. المهم غتلقى فهمتي العالم كامل غادي تلقاها فهمتي هنا في شينوا، وتقدر تلقاها في شي كلاس. انا كنعقل اول كلاس ديالي في شينوا تقريبا كنا في الكلاس شي 17 الجنسيه، كنا شي 22 واحد ولا 23، مي كنا شي 17 جنسيه في الكلاس. يعني كنقول وقلت لواحد صراحه اللي مغربي، مي كنقول لك ان 17 جنسيه راه كان المانيا كتسمع هولندا كتسمع بلجيكا كتسمع سميتو روسيا كتسمع دول اللي هما مختلفين. مي الله يسمح لهم هذوك كانوا تقريبا قريت معاهم ميم با سيمانه ولا جوج هما يصيفطوني واحد الكلاس كنا فيه خمسه الجنس اربعه ولا خمسه الجنسيات، المنغوليا كوريا الشماليه كوريا الجنوبيه، المهم كانوا كلهم فهمتي هذوك كوريا الجنوبيه كوريا الشماليه والمنغول، وكانوا معايا كانت معايا شي دوله اخرى. المهم كنا حنا خمسه الجنسيات خمسه الجنسيات، وبواحد اللي مغربي، وكنت فهمتي بواحد اللي ولد وكلهم فهمتي بنات، وكانوا فهمتي كلهم حيت كان داك النيفو شويه طالع زايد فهمتي كيف ما كنقولوا بالدارجه، سمحوا لي بعض المرات كان المهم كناخذ هاد المصطلحات هادو كنبدا نسمع شي واحد كيف المهم بلا ما نقولهم كنسمع شي مصطلحات في المغرب اللي ولاو جداد عليا. بالنسبه لهذا بالنسبه للنهضر على كاين الدراري اللي سولوني على شحال ديال السوايع كنقراو في اللغه الصينيه. بالنسبه للغه الصينيه على حسب كل جامعه، كاين بعض الجامعات المهم في الغالب كتقرا تقريبا كاين جامعات كيقراو غير الصباحات، يعني من الاثنين للجمعه الصباحات، دونك هذا راه فهمتي راه مزيان. وكيكونوا في العشيه كيقول لك كيكونوا بحال انشطه، ولا كاين الناس اللي كتبغي تدوز على حسب الامتحان ديال الاي اس كي، كاين اللي كتبغي تبريباري هنا نعطيكم هنايا هنايا في هذه الجامعه هذه كيبريباريو مع الناس الاي اس كي 6 وكي 6 قلت لها ستة بحال فهمتي بحال الناس ديال اكادير ولا. وكاين الناس اللي كيبغيو يقراو الاي اس كي 5 حتى هو يعني كاين هنايا في الجامعه، وكاين الناس اللي كيبريباريو الاي اس كي 4. الاي اس كي 1 2 3 وهذه راه فهمتي هنا في شينوا راه بحال ما كيعترفوش بهم ما كيهضروش معاك فيهم كاع، يعني عندك 4 5 6 كاين كيكونوا لي كور ديالهم، كاين لي كور ديال البوتون خوا ديال السبيكين كيفاش تحسن النطق ديالك، يعني كيفاش تنطق كيفاش هذيك خاصه ما كنهضرش على سميتو على الكور ديال السبيكين، مي كنهضر على الكور ديال البوتون خوا. هذا الكور هذا كيعلموك فيه كيفاش تنطق الحروف كيفاش تخرجهم صافي شفويا، هذا فهمتي كلاس ديال ساعه ونص. كاين ديكور ديال سميتو ديال هذا ديال كيفاش تسافر في الشينوا، كيفاش انك فهمتي تقطع اوتيل يعني تبوكي اوتيل، كيفاش تبوكي الطياره في داخل الشينوا، كيفاش تسافر لهاد المدينه، هاد المدينه شنو هما لي زافونتاج ديالها، اشنو هما البلايص السياحيين، اشنو هي الماكله. المهم هادو راه ديكور اللي هما فاكولتاتيف، يعني الانسان عنده الحريه انه يختار انه فهمتي يقراهم ولا لا. يعني راه كاينين شي حوايج انا علاش كنقول لك ديما شوف الجامعات المزيانين، ديما شوف الجامعات المزيانين، خلي لهم داكشي اللي فيه قرايه بالمجان، السكن بالمجان، داك التخربيق هذاك الشيء اش نقول لك، اي راه غادي يعجبك واه قرايه وسكنه وهذه. مي انا نقول لك كضرب ضرب تما 3 سنين 4 سنين يلاه كتساوي عام ديال الجامعه اللي هي مزيانه، كنقول لك هادشي في داخل شينوا. خليني المهم راه كنقول لك كيقول لك سول واحد مجرب وما تسولش فهمتي شي واحد اللي فهمتي غادي غايب يعاود لك ولا شي حاجه. هادي فهمتي من جهه، كاينين ديكور اللي هما عندهم علاقه فهمتي بال كيدير لك فيلم، كتمشي للكلاس بحال غادي للسينما باش تفرج في فيلم، ولكن راه انت كتفرج كيوصلوا بعض اللقطات كيوقف الفيلم كيبداو يسولوا كيقول لك فوالا شنو فهمتي هادي واش فهمتي هادي. كاينين بعض الحوايج اللي كتقراهم بحال كتقرا بحال كتقرا داك هذا بحال كتقرا شي حوايج اللي عندهم علاقه فهمتي بالناس ولاو كيستخدموهم في الحياه اليوميه ديالهم، وكاين شي حوايج اللي كيخلوك انك تولي كتمتاز على الناس اللي هما عاديين، وكتمتاز حتى على دوك الاجانب اللي كيقراو في الجامعات العاديين. علاش؟ كتولي كتهضر بواحد الطريقه اللي مستوى فهمتي طالع، وتقدر تهضر بحال قلتي بواحد الطرق اللي هي فلسفيه، وطريقه اللي كتولي فهمتي الناس اللي فهمتي يقدر تلاقى مع شنو وتهضر معاهم،
كاين شي حوايج اللي كان اللي نقدر نهضر بهم اللي نقدر ندخلهم في الهضره ديالي، لان واحد صيني تلاقى معاه 90% ولا 95% ديال الناس اللي هما شنو هو يقدر ما يفهموكش، ولكن انت راه كتهضر بهذوك المصطلحات وهذوك اللي هما ما كيفهموهمش ولا ما كيعرفوهمش، ولا بالنسبه لهم خصو يكون عند واحد المستوى عالي فكريا باش يفهمك. ولا وصلتي كتلاقى مع الناس اللي فهمتي اللي كيقدروا يفهموك، كيعرفوا بانه اللغه اللغه الصينيه ديالك راه مزيانه، وحتى المستوى ديالك وطريقه التفكير ديالك اللي كتكون طالع. ولكن راه كيف ما كنقول لكم كل بلاصه راه فيها فهمتي خصك تكون فهمتي خصك تستخدم فيها النيفو، كتمشي على حساب النيفو ديال الناس. مي ملي كيبغي فهمتي ملي كتبغي تبين بان المستوى ديالك راه فهمتي هذا راه فهمتي راه كل ما سميتو كل ما كتمشي لواحد البلاصه كتحط في واحد الوسط كل ما كتزيد. وهذا الشيء هذا كتقول لي تقول لي اخويا هذا الشيء اخويا فاش غادي ينفعني، لاش غادي ندير فهمتي انا شي نويه لاش، راه غادي ندوزو لنقطه واحده اخرى اللي غادي نهضر عليها، هي لي زاكتيفيتي، هي لي بار تايم، هي اي حاجه فهمتي كتولي فهمتي كتسهل عليك القضيه فهمتي في المعيشه في الصين. علاش ملي كتشوفني اخويا ولا اختي باغ اكزومبل كتلقى فهمتي راه عندي تقريبا هاد الايامات هادي غادي نبدا التصوير ديال واحد البرنامج التلفازي، ونقدر نحط لي ستوري نقدر نحطهم في هذا نحطهم في الانستغرام بالنسبه للناس اللي كيتابعوني في الانستغرام. بالنسبه لهذا الشيء هذا الشيء هو فاش كيعاونك كيخليك انت كتكون كتمتاز على ناس وحدين اخرين. ربما كتعرفوا كتعرفوني يعني انا كشخص يعني واحد اللي كيهضر يعني بالدارجه وكيهضر فهمتي معاكم بواحد الطريقه اللي كنحاول نوصل بها لانفورماسيون لاكثر الناس في المغرب، يعني كنهضر بواحد الدارجه فهمتي اللي هي ديال الشارع وهكا وهكا، يعني باش كنحاول انا نوصلو. اما فهمتي اذا يعني كيف ما كنقولوا كل ما بلاص كل بلاصه فهمتي فيها خصك تبين فيها واحد المستوى ديالك، واحد واحد الطريقه ديال الهضره خصك تهضر بها، وكل بلاصه فيها فهمتي فيها سميتو فيها الحوايج اللي خصك انك تستخدمهم. بالنسبه ملي كندوزو قلت لك بالنسبه لهذا يعني بغيتي يكون عندك يعني تجربه ربما في عمل، ما كنهضروش على العمل السينمائي اللي غادي تكون فيه شي حاجه اللي فهمتي ثانويه، هذوك فهمتي راه داك الشيء ساهل، راه فهمتي راه الا بغيتي فهمتي تجي للشينوا عيط ليا فوالا فهمتي بغيت شي حاجه طقطق راه نصيفطو لك نقول لك فوالا شنو كاين شنو كاين في هذه المدينه هذه ولا هذه ولا هذه. مي كنهضرو كنقول لك تاخذ شي دور اللي هو فهمتي مهم، ولا شي دور اللي هو رئيسي، ولا شي حاجه اللي كتكون مهمه، ولا شي حاجه اللي غادي تاخذ فيها كيف ما كنقولوا العاقه شويه فهمتي لا باس بها. هذا فهمتي تقريبا بين الحوايج حتى هي فهمتي علاش كينفع هاد الشيء هذا. بالنسبه لي زاكتيفيتي، لي زاكتيفيتي كيفين ما كانوا يعني سيرتو الا كانوا في الاول ملي كتجي حاول انك تشارك في لي زاكتيفيتي ديال الجامعه راه كينفعوا بزاف. علاش كتبني الصوره ديالك كتبني السميه ديالك، كيوليو الناس كيعرفوك كيعرفوا هاد فلان هذا، كتولي فهمتي المهم كيف ما كنسميوه محبوب عند الناس كيعرفوك الناس، كتولي فهمتي كتسهل عليك الحياه من بعد، كتولي كتلاقى مع صحابك شنو واحد، كاين بزاف الناس اللي كيجيو هنا كيقول لك كيفاش ندير صحاب شنو هو ما عرفتش ما كيبغيوش يدوي معايا حشوميين وهادي، حيت انت ما كيلقاوش ذاك المكان اللي غادي سميتو اللي غادي يقدروا يزعموا عليك باش يهضروا معك. يعني انت الاغلبيه الوقت ديالك كتكون في الكلاس، من الكلاس كتمشي باش تاكل ربما في الريستو كترجع البيت كل شي حاجه، هذا الشيء هذا ما غاديش يعاونك. وتا هما في الوقت الماكله وهذه راه الوقت الماكله هذيك، يعني ملي كيكونوا دي زاكتيفيتي دوك لي زاكتيفيتي سوا كيف ما كانوا، كنقول لك كيف ما كانوا حاول سيرتو العام الاول سيرتو الناس ديال اللغه انفيستي في راسك، حاول تعلم اي حاجه، شي يقول لك شي حاجه اللي ما عمرك سمعتي بها قول لهم نعرف سير جرب شي ديك دفع ديك الجبهه والسنطيحه وصافي سير فهمتي هاكا باش كنتعلموا شي هاكا باش يعني بغيتي تعلم شي حاجه فهمتي سير. اما فهمتي لو كنتي فهمتي فاك العكز فيك هذه ولا فك شويه ديال خصني لا هذه عجبتني هذه وتا واخا ما تعجبك السير غير شوف سير شوف بعينيك وسير غير فهمتي غير قول لهم انا راه فهمتي راه حضرت سير غاشوف راه فهمتي ضروري غتلقى شي حاجه ضروري شي حاجه فهمتي غادي تخرج بها غتستافد منها. هذا فهمتي هذا فهمتي من جهه اخرى. ندوز لواحد النقطه واحده اخرى. بالنسبه للناس اللي كيسولوني بالنسبه للاشومبر، بالنسبه للاشومبر كاين بزاف الناس واحد كاع فهمتي شومبر المهم الا كتبازي على دوك الجامعات شي وحدين المهم اللي كنشوفهم كيدفعوا ليهم وفرحان بانه المهم ماشي ما كنهضرش على الناس اللي دافعين معايا، كنهضر مع شي ناس المهم شي وحدين اللي كيكون فهمتي جا سولك وابري مشى دفع في بلاصه اخرى وما عرفش بانه فهمتي راك كنتي عطيتي واحد الفرصه اللي فريمون مزيانه ما غاديش يعرف القيمه ديالها حتى غادي يجي لشينوا. والمشكل هادو دازوا منها الطلبه بزاف دازوا منها يعني دازوا منا وكيجي عندك كيقول لك اخويا اسمح لي شوف اشنو طرا اشنو طرا اشنو طرا. وكاين دابا والله الا كاينين دابا حاليا طلبه اللي كيتواصلوا معايا يوميا، اليوم تقريبا غير اليوم راه تقريبا شي ثلاثه الطلبه فهمتي المهم بلا ما نتكلموا في التفاصيل ديال هادشي كامل.
كنهضروا بالنسبه للغرفه، يعني كيكون الناس اللي كتاكسبت ولا شي حاجه كتكون باغ اكزومبل في الغرفه ديال جوج الناس، اما في ثلاثه واربعه وداك الشيء ما كنهضروش عليهم، كنهضروا في الغرفه ديال جوج الناس. بالنسبه للغرفه ديال جوج الناس كيقول لك لا انا ما كنحملش انني نسكن مع شي واحد، سمحوا لي ما كنحملش انني نسكن مع شي واحد، ولا ما كنبغيش يعني نكون مع يعني هكا. كاينين بعض الجامعات اللي كيعطوك الفرصه انك تاخذ شومبر ديال واحد، غير هو كيكونوا دي كونديسيون، كيقول لك الكونديسيون الاولى واش لي شومبر ديسپونيبل ولا لا، الا كانوا يعني دي شومبر اللي هما كثار وشريطين راه يعطيوها لك. مي الكونديسيون الثانيه شنو هي؟ يا اما كتخلص الدوبل يا اما كتخلص مضروب في 1.5، يعني هذا هو. كاين الناس اللي كيقول لك فوالا فهمتي نقدر نمشي نخرج ونسكن على برا وهذه وهذه، اي عندك الامكانيه انك تسكن على برا، غير هو ملي تسكن على برا من الاحسن 6 شهور الاولى. كاين بعض الجامعات اللي ما يسمحوش لك في 6 شهور الاولى انك تخرج تسكن على برا، حيت ما كتعرفش فهمتي انك تهضر بالصينيه كيفاش انك تقدر تلقى فهمتي تكريب بوحدك، واخا يلقى لك شي حد. كاين بزاف د الحوايج اللي انت الا ما كتهضرش باللغه الصينيه تلقى فيهم مشاكل، كيفاش تخلص الضو، كيفاش تخلص الماء، كيفاش، المهم داكشي كامل، الغاز، المهم واحد الروينه. وسيرتو كيستيون ديال لا سيكوريتي، هذه فهمتي هادو هما الحوايج. ما كنهضرش على سيكوريتي بالنسبه للدري بنت زعما فهمتي يجي شفار ولا ما كاينش هادشي، راه ما كاينش في شنو، مي كنهضر فهمتي من ناحيه ملي كنهضر على لا سيكوريتي هي فهمتي يقدر يخلي، راه اش نقول لك الدري ديال 18 عام راه فهمتي راه باقي، واخا كيبان لك فهمتي كتلقاه متر و80 ولا شنو، راه بزاف فيهم، راه تلقى الدراري فهمتي جوج متر، ولكن راه كتلقاه فهمتي في هذا. ماشي كنقص من القيمه ديالهم حاشا ولله، ولكن كنقول لك يقدر ينسى البوطه، يقدر ينسى فهمتي هذا، يقدر يحط داك الشيء فهمتي الماكله فهمتي، ويقدر سيرتو الجيل ديال بابجي ناري، راه بزاف، راه شي حوايج اللي فريمون اش نقول لك، راه دائما ردوا معاهم البال. لا دراري لا بنات، راه ما كنقول، ماشي كنقول غير الدراري. ربما هذه بقات واحد النقطه اللي غادي نهضر عليها، هي كيفاش تمشي لاوروبا، كيفاش تمشي تاخذ، ما غاديش نقول نسميها كيفاش تمشي لاوروبا، مي نسميوها كيفاش تمشي، يعني كيفاش تاخذ الفيزا ديال الدول وحدين اخرين بسهوله، من كيفاش تاخذ ديال الميريكان، كيفاش تاخذ ديال فرنسا فهمتي، المهم الاتحاد الاوروبي، كيفاش تاخذ يعني ديال استراليا ولا ديال كندا ولا هادو. الصراحه كيبان لي الفيديو فيه 22 دقيقه، نخليه واقيلا فهمتي نخليه الفيديو الجاي. حاولوا غير المهم كنشكركم بزاف والله، الا كنشكركم بزاف على الدعم ديال القناه، يعني البارطاج سيرتو الناس، راه كندخل كنشوف بان الناس فهمتي الناس اللي كيبارطاجوا، راني كنشوف فهمتي في سميتو في الفيسبوك، كندخل وكنشوف بزاف الناس اللي كيروكوموندو الاسم ديالي فهمتي، فاش كيسولوهم الناس اشني هي احسن اجونس ولا اشني هي فهمتي احسن يعني فهمتي لي بورت ولا شي حاجه. كنشكر بزاف هاد الناس هادو، وكل حاجه فهمتي راه كنردوا ليها البال وكنشوفها، وان شاء الله فهمتي يعني كيف ما الناس فهمتي كتعامل معك زوين حتى انت راه خصك تتعامل معاهم حتى انت زوين، وماشي فهمتي بالعكس، الا دار معك الانسان غير واحد الجميل اللي هو قد هكا، راه فهمتي حتى انا على راسي وعينيا ندير معاه، ماشي غير قد هكا راه ندير معاه، ماشي غير الدوبل، مي الحاجه اللي نقدر يعني نوفرها ليه فهمتي، راه نحاول انني نقدر يعني الا قدرت راه نحاول انني نوفرها ليه كيف ما بغات تكون ان شاء الله. يعني بالنسبه لهذا الموضوع ديال سميتو ديال كيفاش يعني ديال الفيزا ديال الدول وحدين اخرين، ان شاء الله هو اللي غادي يكون في الموضوع الجاي ان شاء الله ديال الفيديو، يعني كيفاش تاخذ يعني الفيزا ديال الدول وحدين اخرين، اشنو هما الاوراق اللي غادي تحتاجهم، كيفاش انك تدوز الا كان شي اونتروتيان، كيفاش تدوزها باش ما يكونش عندك حتى مشكل، لي زيكسبيريونس اللي دزت منهم، الحوايج اللي ما تدوزش منهم، هادشي كامل ان شاء الله نحاول نبارطاجيه معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. غير ما تنساوش الاخوان بالنسبه لهذا الفيديو هذا ديروا لايك، ومهم ما غاديش نقول لكم فهمتي سميت حتى انا نقول لك، حتى الا ما عجبكش الفيديو، حتى الا ما عجبكش الفيديو دير لايك حتى هي، ماشي ديسلايك، دير حتى هي لايك واخا ما عجبكش الفيديو، المهم اسمح لي على هذه الحاجه هذه. والاخوان ما تنساوش حتى البارطاج الا قدرتوا، المهم ماشي كنفرض عليكم ماشي بالضروره، المهم الا بان لك هذه المعلومات هذو كيحتاج ان الانسان انه يبارطاجيهم مع الاخوه ديالو الاصدقاء ديالو، بارطاجيهم الاخوان والله يسهل على كل واحد، وان شاء الله فهمتي كنعطيو كيف ما كنقولوا هاد المعلومات هادي كاملين الحمد لله بالنيه اللي هي صافيه، ونتمنوا ان شاء الله كاع الناس تاهما فهمتي توصل للمراد ديالها، وكاع الطلبه ان شاء الله تاهما ياخذوا ان شاء الله منح، ان شاء الله ماشي غير انهم ياخذوا منح، مي ياخذوا ان شاء الله منح في جامعات اللي هما مزيانين، هذا هو الحاجه اللي هي مهمه، وان شاء الله نتمنوا يكون الفرج ان شاء الله بالنسبه للحدود انها تفتح ان شاء الله ويرجعوا الطلبه، حيت ماشي غير انا نقول لكم ماشي غير
الاشكال ديال سميتو ديال الطلبه الحاليين اللي كاينين في المغرب هما اللي عندهم الاشكال، راه حتى الطلبه اللي هما حاليين هنايا. راه نقول لكم انا فهمتي بحال هكا، انا تقريبا دابا ما مشيتش للمغرب، دابا عامين هادي ما مشيتش للمغرب، يعني ولا زادت ما تحلاش، دونك غتمشي عاوتاني، غتمشي حتى 3 سنين ولا تقدر تمشي عاوتاني حتى 4 سنين. يعني راه حتى حنا فهمتي، راه حتى حنا فهمتي هنا في الصين وكاين بعض العراقيل وبعض المشاكل. من نتمنوا ان شاء الله كل خير ان شاء الله، غالبا غالبا ان شاء الله في شهر سبتمبر، خاصه مع الالعاب الاولمبي، وكاين خصص بزاف من ناحيه الاجانب، وخاص خصص من ناحيه لي فولونتير اللي هما اجانب. دونك راه غالبا ان شاء الله غادي يكون فهمتي، وغادي تكون الالعاب الاولمبيه بالحضور والجمهور. دونك راه وفي الصين هنايا تقريبا ما كاينش كورونا، والناس فهمتي ديجا فهمتي خدامين في التلقيح ديالهم. دونك غالبا ان شاء الله ما يكون غير الباش، يعني يكون غير الخير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ما نكون ما نسيتش حتى نقطه مهمه، هاد السته ديال النقاط راني تكلمت عليهم. نتمنى باقا نقطه واحده ان شاء الله غادي نهضر عليها في الفيديو الجاي. كنشكركم بزاف وتحياتي، وتنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم. ما تنساوش التعليقات ديالكم، راه هما باش كنبني ان شاء الله فهمتي هاد الفيديوهات هذه، وتحياتي.